saban waktu bangkit jiwaku. Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في اليوم السادس عشر من شهر رمضان 1437 هجري. نقوم بتجهيز سلال مواد غذائية مقدمة من الأخوة في منظمة تاهان للتنفيذ شباب إلى سوريا مكتب الغوطة الشرقية. جزاكم الله عنا كل خير. Sup.